السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هقولك على طريقة سهلة جدا تقدري تعملي بيها فوم النسكافيه ويفضل معاكي الوش بتاع النسكافيه لأول الكوباية لحد اخر الكوباية. لو عجبك فيديو النهاردة ما تنسيش تدوسي لايك، ولو انت مش مشتركة في القناة ما تنسيش تنزلي تحت وتدوسي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي الجامدة جدا ان شاء الله. بصي هنا بقى بوريكي كيس النسكافيه اللي انا هستخدمه. الكيس دوت عامل جنيه، ده نسكافيه بلاك موجود في جميع السوبر ماركت، هتلاقيه موجود على طول، لاني انا مش جايبالك حاجه معينه انا هستخدمها ولا جايبالك حاجه غاليه عشان استخدمها عشان اعمل لك بيها كوبايه نسكافيه، لا انا مستخدمه حاجه عاديه جدا. وبوريكي هنا بقولك المج دوت اللي انا على طول بشرب فيه النسكافيه، بس المره دي مش هستخدمه علشان انا عايزه اوريكي طبقات النسكافيه بتاعتي هتكون عامله ازاي. فهستخدم معايا كوباية ازاز شفاف عادي خالص عشان تشوفي طبقات النسكافيه بتاعتنا الجميلة دي هتكون عاملة ازاي. وهستخدم معايا كمان بطرمان، اي بطرمان موجود عندك بس يكون محكم في الغلق، يعني يتقفل معاكي كويس جدا علشان نعمل فيه الرغوة بتاعتنا، هيكون هو الاساس اللي هنعتمد عليه. هفتح بقى عندي كده البرطمان وهستخدم بقى المكونات اللي انا هضيفها في البرطمان. جبت بقى عندي اللبن سخنته وجهزته وحطيته جنبي عشان ابتدي على طول اني انا استخدم الخطوات بتاعه النسكافيه معاكم. جبت بقى عندي الكيس دوت هفتحه واحطه في قلب البرطمان وهبتدي اني انا هوريكي الخطوات واحده واحده. حطيت كيس النسكافيه، تقدري لو مش موجوده عندك الاكياس ديت وموجوده عندك المتوفر في البيت اللي هي العلب تقدري ان انت تستخدمي معلقه صغيره. وهضيف بقى السكر، السكر هنا بيكون حسب الرغبه، انا مثلا بشرب الكوب الكبير دوت بحط عليه 3 معالق من السكر، طبعا حسب رغبتك بتحطي السكر على حسب ما انت هتشربي الكوب. انا دلوقتي مش هضيف اللبن، هاكل اللبن في الاخر خالص، اللي هضيفه مع الرغوة ديت مع الفوم دوت هضيف معلقة صغيرة من المية بحيث اني انا اقلبها كده زي ما انت شفتيني بقلبها، بحيث ان انا اقلبها خلاص غطيت لي المكونات الجافة اللي هي السكر والنسكافيه. هبتدي اني انا اقلبها كويس جدا، وبعد كده هبتدي اني انا ارج في البطرمان جامد جدا، يعني هبتدي اني انا هعمل كده في خطوات زي ما انت شايفه كده الخطوات ديت. طبعا انا مسرعاها عشان ما تحسيش يعني بطول في الفيديو، بس هي مش هتاخد معاكي دقيقتين في التحضير بتاعتها. هبتدي ارج كده البطرمان كويس جدا، وطبعا البطرمان يكون معايا محكم في الغلق عشان ما فيش حاجه تخرج منه. هتلاقي معايا البطرمان ما بقاش فيه سوائل خالص، يعني وانت بترج كده هتبقي حاسه بالصوت ان ما فيش اي سوائل خالص. بقى البطرمان معايا في قلبي معجون كده من رغوه النسكافيه زي ما انت شايفاها كده. هجيب بقى الكوب بتاعتي عشان انزل فيه الرغوه بتاعه النسكافيه. زي ما انت شايفه كده الرغوه بتاعتنا تقيله جدا كاننا بنصب خليط كيك، يعني عايزه اقولك ان الرغوه ديت ما تقدريش تعمليها بالمضرب بتاع النسكافيه، ملوش اي لازمه بصراحه. فانت لو ما جبتهوش ما تفكريش ان انت تجيبيه، واستخدمي على طول الطريقه ديت هتكون معاكي معتمده جدا لطريقه تحضير النسكافيه بفوم يفضل معاكي لاخر كوبايه. هبتدي اجيب بقى اللبن بتاعي، طبعا اللبن انا مسخناه، هبتدي اني انا اصب كده. عايزه الشكل بقى يطلع معاكي منظم ويبقى باين شكل الطبقات، تبداي ان انت تصب كده زي ما انا بصب. بصب كده من جنب واحد وبصب بالراحه بحيث اني انا الخليط بتاع اللبن ما ينزلش على الفوم بتاع النسكافيه، بحيث اني انا ابقى عامله طبقات مختلفه. انا هنا بوريكي ان جت معايا شويه من اللبن جم على الفوم بتاع النسكافيه، ما تقلقيش خالص. لو انت عايزه الشكل يبقى مرتب تقدري ان انت تظبطيها كده بالمعلقه وتبداي ان انت تحركي في الفوم دوت، هيبتدي يغطي معاكي طبقه اللبن اللي اتعملت معاكي ديت. عايزه اقولك ان ديت احسن طريقه واحلى طريقه كمان تقدري ان انت تجربيها في النسكافيه. لو عجبك بقى فيديو النهاردة ما تنسينيش في اللايك والشير، لاني انتوا بتنسوا كتير تدوسوا على اللايك، واللايك بيشجعني وبيرفع من قيمة الفيديو. وكمان هوريكي لاخر الفيديو ازاي وانا بشرب كمان النسكافيه الطريقة معايا موجودة لاخر كوباية، يعني عايزة اقولك اني انا شربت النسكافيه وخلصته وبل بالعكس في قلبي فوم من رغوة النسكافيه.
كده بقى انا قبل ما بشربه ببتدي ان انا اديله تقليبه كده، بقلب بقى النسكافيه مع اللبن عشان كله يختلط ببعض، وزي ما انت شايفه الفوم برضو موجود معايا للاخر، يعني ما شاء الله الفوم برضو بعد ما قلبته الفوم باين معايا، بس درجه اللبن اللي تحت ابتدت اغمقت شويه بحيث ان انا قلبت معاها نسكافيه. هشرب بقى كوبايه النسكافيه، هتلاحظي ان اخر كوبايه هتلاقي في الاخر بتاعها هتلاقي فوم من النسكافيه، يعني دي احلى طريقه تقدري تجربيها. ولو عجبك بقى فيديو النهارده ما تنسينيش في اللايك والشير، ولو انتي اول مره بتزوريني وبتشوفيني انا مروه احمد ودي قناتي تكات وافتكاسات، ما تنسيش تنزلي وتدوسي على زر الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي الجامده جدا ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.